أنا الفنان التراث الشعبي البورسعيدي عبده مشابي، سني 63 سنة. الحاجات دي بدأت أعملها أنا أصلاً، دي موهبة من عند ربنا، أنا مش تعلمتش في ورشة ولا حرفي ولا حاجة، ربنا كرمني بالموهبة دي. فأنا من الصغر بعمل الحاجات دي، بس ما كنتش مركز فيها، أعملها وأفرق الحاجة اللي أنا بعملها. بس الصراحة بعد ما طلعت معاش بدأت أركز أنني أعمل شغل، أنني أشتغل تراث بلدي وتراث الدولة بتاعتي. حاليا أنا بشتغل على تراث بورسعيد. تراث بورسعيد طبعا مليء بالتاريخ، يعني كله تاريخ، من أيام حفر قناة السويس، عند الفنار عامله الكبير الفنار الأولاني، وعند الفنار الأولاني اللي اتعمل 10 سنين الأولانيين محدش يعرفه، برضو نعمله بحجم كبير. بشتغل طبعا، بحاول اجمع بقدر الامكان اي حاجه قديمه، بحاول ان انا اشتريها واحصل عليها تبقى معايا احتفظ بيها ما ببيعهاش. طبعا هنا عندنا طبعا الرمل اساسي والقواقع والمراكب، هنا مركب صيد وهنا اللانش بتاع البحريه، ودي الفلوكه ودي الفلوكه بتاعه الصيادين بتاعه البحر، عامل لكل ريس في البحر عندنا اللي هم الصيادين الاساسيين عامل مركب باسمه. والمركب الصيد دي بيعملها باذن الله باسم الحاج محمد الفقي، ده شيخ صيادين بورسعيد وكان راجل وطني الله يرحمه. فطبعا لازم نكرم الرموز دي، يعني بحاول ان انا اظهر الحاجات دي. طبعا انا عندي مجموعه طوابع كبيره برضو لسه ما جمعتهاش، عامل صور لجميع الزعماء وجميع من مؤثر في بلدي، الصور انا عامل كل ده طبعا على حسابي. انا نفسي بس في بورسعيد يوفروا لي مكان ان انا اعرض حاجتي واعمل ورشه اعلم الاجيال، لان طبعا العمر قصير مهما كان. انا شايف ان الشيء ده مهم، انا عايز يبقى عنده ورشه ومعرض في نفس الوقت، ان انا اعلم، ما عندناش حد بيعلم حد، انا بقى عاوز افيد غيري عشان انا مش هعيش طول عمري، عاوز اني افيد الاجيال اللي جايه، اعلمه اي مهنه يعني يستفاد بيها او يخدم بها بلده، ما هوش يعني مش عيب، انا مش هبخل يعني بمعلومات لاي حد.